خلاص بعد شهرين وشوية في تنزانيا عد التنازلي بدأ، وسايبين تنزانيا رايحين على رواندا. الاوتفيت الجديد مسايا اوتفيت حاجه كده، انا اشتريناها النهارده الصبح عشان ايه؟ عشان كده الدنيا برد كمان، يعني شكلها حلو كده بتاع حاجه من ريحه تنزانيا، واحده من البلاد يعني اللي الواحد لازم يرجع لها تاني. بلد جميله صراحه بكل حاجه فيها، يعني روحها حلوه كده، روحها مختلفه. رايحين بقى بالباص ده لمدينه اسمها، والله ما فاكر اسمها، اسمها كاهاما. المدينه ديت اقرب مدينه نقدر نروحها من اروشا توصلنا للحدود الروانديه، يعني هننام هناك ليله وبعد كده هناخد بقى باص تاني يودينا على رواندا. جاهزين يعني؟ بس كنت عايز اتكلم معاكم في موضوع مهم. تنزانيا كانت كده مش مجرد بلد وخلاص، فيها كم منظر حلو وشواطئ خرافيه وكم يعني صوره حلوين، لا ده كانت بالنسبه لنا وطن كده في نص الرحله الطويله ديت، وبنينا اصحاب وعيله واماكن بنروحها كل يوم كاننا عايشين في بلدنا بالظبط. كانت بالنسبه لنا كده مكان دافي، ده غير كمان ان احنا دخلنا تنزانيا بشويه احلام صغيره ان احنا نوصل ل 5000 مشترك وحققناهم وبزياده، ودلوقتي بقينا 10000 مشترك، ودي حاجه من الحاجات اللي خلتنا اقوى وخلت احلامنا كمان تكبر اكبر واكتر، ودي الحاجه اللي جاي اتكلم معاكم كمان فيها. احنا طالعين من تنزانيا وعندنا حلم كبير جدا ان احنا نحقق 50000 مشترك في خلال الشهر اللي جاي. حلم كده مفشل او حلم كده كبير، مش عارف، حاسس انه مستحيل، بس غالبا يعني كل الاحلام اللي حلمت بيها وكل الاحلام اللي انا حطيتها في دماغي في يوم من الايام كانت في وقت من الاوقات مستحيله، وبالذات في البدايات. دعمكم الفتره اللي فاتت ووقفكم جنبي وان احنا نوصل 10000 مشترك في وقت قياسي خلاني ان انا ابني الحلم ده، وخلى الحلم ده بالنسبه لي حاجه كده ممكن احققها، فمش قادر استغنى عنها الفكره دي. قررت ان انا اشارك معاكم الافكار والحلم اللي في دماغي اللي انا مش عارف هو هيتحقق ولا لا، بس يعني على الاقل ان احنا نحاول. الشهر اللي جاي ده هنحاول ان احنا نعمل اكبر قدر من الفيديوهات واكبر كميه من المحتوى، واللي هتساعدنا ان احنا نوصل للهدف ده بكل سهوله، بس كل اللي محتاجه هو دعمكم. دعمكم ده اللي هيخلينا نوصل لاكبر عدد من الناس عن طريق لايكاتكم وكومنتاتكم وشاركوا للفيديوهات اللي بتشوفوها، شاركوا للقناه، وحتى لو عايزين تاخدوا حتت من الفيديوهات وتحطوها في كل السوشيال ميديا وتساعدونا ان احنا نوصل لاكبر عدد من الناس، اعملوا كده ومتأثروش معانا زي ما انتوا دايما عمركم ما قصرتوا معانا. كل واحد فيكم بيتفرج على القناه دي وصلها لاكبر عدد من الناس المحيطه بيه، كل اصحابكم وحبايبكم وعيلتكم، وبكده هنوصل للرقم ده بكل سهوله. احنا 10000 مشترك، يعني لو كل واحد بيتفرج على الفيديو ده عامل لايك على الفيديو وورى القناه لخمسه من اصحابه، هنوصل بالقناه ل 50000 مشترك في يوم واحد مش في شهر. اتمنى الطاقة اللي جوايا والحلم اللي عندي يكون وصل لكم عشان نعرف نوصل للحكاية ديت، بس ادينا هنحاول يعني، حتى لو ما وصلناش هنبقى اسمنا حاولنا. يعني الحلم ده جه في دماغي كده لما كنت لما الواحد بيقعد يقرا في كومنتاتكم، وان انتوا بسمع كل واحد فيكم يقول والله العظيم القناة دي تستحق اكتر من كده وكلام، كل الكلام الجميل ده، بس ظهر ان جه الوقت ان احنا نحقق، مش بالقول بالفعل، وده يبقى دور علينا كلنا لو انتوا عايزين تشاركوا فيه طبعا. بس هو ده اللي كنت عايز اتكلم معاكم فيه. نرجع بقى تاني عشان نعدي الحدود الرواندية. بغض النظر عن البهدلة اللي حصلة في وشي ديت، بس الطريق ده من أصعب الطرق اللي عندنا عليه بعد الطريق ما بين موزمبيق وتنزانيا، كتر الرجرجة وكتر الحفر والخربطة اللي في الطريق الواحد حاسس إن جاله مش عارف جاله بقى بيلق من جوه. اللي مش قادر أفهمه إزاي بقى في طريق دولي كده ما بين دولتين مهمتين، يعني واحدة زي إيه؟ رواندا واحدة زي تنزانيا، ويكون الطريق بالشكل ده. بس يلا نعمل ايه؟ احلى حاجة في الموضوع ان الباص ده دولي، يعني واخدنا كده من
كهاما اللي كنا قاعدين فيها الليلة اللي فاتت لغاية عاصمة رواندا، هيعدي بين الحدود. حاجة أول مرة نعملها يعني في رحلتنا، واحنا واقفين دلوقتي أصلا عشان ايه الباص ده، يعني حدود بوروندي وحدود رواندا قريبين من بعض من ناحية تنزانيا، فالناس مفروض اللي هي رايحة بوروندي دلوقتي بتنزل، واحنا بقالنا على الحدود 26 دقيقة. بغض النظر عن الصوت العالي دلوقتي، بس في حاجة مهمة بتحصل دلوقتي، يعني ايه تغيير الفلوس، نغير فلوس عشان ايه داخلين على رواندا ومعانا فلوس كتير تنزانية. فكويس جدا ان احنا لقينا الاخ ده عشان يغير لنا فلوس في الباص، يعني حاجة دليفري كده، الراجل نط في الباص، يعني حاجة جميلة. In Tanzania we had lions and rhino. Wait. Yeah. And now, what do you think? Of course. Oh yeah. Gorillas. Gorillas. أهم حاجة ممكن تعملها في رواندا، يعني ده لو معك فلوس. أسهل حدود في التاريخ. ويلكم تو رواندا. ختمنا وظبطنا. احلى حاجه في الموضوع ان الدولتين عاملين مكتبهم في مكان واحد بس. Actually we are always lucky when we cross borders and when we have to like get a visa and everything, because actually it's not officially legal or like official to get this East African visa, which is for Kenya, Rwanda and Uganda, upon arrival at any land border, only at the airport in Kigali. And yeah, we just came, asked for it, and we got it. So they're very lucky again. Alhamdulillah. Yeah. For how many months? Three. يعني رواندا، أوغندا، كينيا. 3 شهور to go. $100. $100. But normally $130 if you would pay for every visa separately. بس غالباً عشان تاخد الفيزا ديت لازم تقدم عليها أونلاين. وفيزا رواندا لوحدها ممكن تاخدها عند الوصول للمصريين، اعتقد لكل الجنسيات العربية عند الوصول. استنى فيديوهات جامدة جدا من رواندا، ان شاء الله هنحطم الدنيا، يعني هنكسر يعني 50,000 هنجيبهم، يعني هنجيبهم. تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب عشان ايه تفكوش حاجة عشان نحقق الحلم، يعني ولا ايه؟ 50,000 بيفور اوغندا ها؟ يس قدامنا شهر بإذن الله ونخلص المهمة دي على نجاح. ادكوا معانا كده وهعمل لكم كونتنت خرافي. دومينيك ناو هاف تو ايت. جعان على طول، جعان على طول. اللي شفتوه ده طابور انتظار وسيلة المواصلات. مرحبا بكم في سويسرا افريقيا.